محمد الصغير ممثل مسرحي وسينمائي من منطقة إقليم الخميسات. صراحة حضرت للدورة الأولى من مهرجان الفيلم القصير الأمازيغي الذي نظم بمدينة دلال البحراوي إقليم الخميسات. هذه التظاهرة التي تؤسس لثقافة أخرى، ثقافة التحدي رغم الإكراهات المادية والبنيوية، فالمنظمون والجمعية المنظمة حاولت أن تتحدى كل هذه الإكراهات لتقول كلمة في المجال الثقافي والفني، حتى أننا كجمهور مغربي نقول أن سيدة البحراوي ليست مكانا لأكل المأكولات أو لموسم الدلاح، ولكن كذلك لموسم الثقافة، لموسم السينما، لموسم المسرح، لموسم الطاقات الإبداعية لهذه المدينة الشابة، وليست كممر من أجل التنزه، ولكن للوقوف عوض ملء البطون نأتي لملء الأفكار، لملء العقول. نحيي بحرارة، وأنا من فعاليات المهتمة بالسينما، وقد شاركت في عدة أفلام قصيرة على المستوى الوطني سواء باللغة العربية أو باللغة الأمازيغية. فرحت جدا لهذه البادرة الطيبة لهؤلاء الشباب، هؤلاء الفعاليات الثقافية بهذه المدينة المناضلة المكافحة رغم الإكراهات. أحييهم وأشد على أيديهم بحرارة، أقول لهم هنيئا لنا بكم، هنيئا لإقليم خميسات بسلال البحراوي بمهرجانها الثقافي السينمائي. ونتمنى من المسؤولين على المستوى المحلي المنتخبون أن يفكروا ويضعوا ضمن برنامجهم التخطيط البنيوي لهذه المدينة قاعات خاصة للأنشطة الثقافية والفنية، حتى تستوعب هذه المدينة مجموعة من الأنشطة ليست في المجال السينمائي بل في المجالات الأخرى الفنية. وتحية تحية تحية كبيرة لكل المنظمين ولكل ساكنة هذه المدينة. شكرا. شكرا.